شحاته ويقدر يشوت حسن وكسر على الشمال وكره حلوه جول 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 برافو يا حسن برافو. دلوقتي مستوى الزمالك لا الزمالك يعني برضو الواحد يعني ما ينكرش ان الزمالك تيم في السيزون دون بالذات قدروا يلموا نفسيهم وبيلعبوا كره شامله كره جميله قلت كره شامله وانت بقى خريج معهد التربيه كليه التربيه تعرفنا برضو وتوضح لنا الكره الشامله ماذا تعني في هذه الاونه. الكره الشامله هي يعني عده عناصر منها تكتيك بينفذهم التكتيك اللي بيقوله المدرب ليهم في نفس الوقت العناصر اللي بتأدي عناصر شابه بجانب عناصر الخبره بل حضرتك بينفذوا ما يقال لهم من المدرب فبيلعبوا كره سريعه لياقتهم عاليه بيأدوا الطريقه الهجوميه مع الطريقه الدفاعيه. طب برضه هيخلينا اقول احسن طريقه للاهداف 4-3-3 للطريقه الحديثه يعني وينجين وراس حربه خدت بال حضرتك فبتبقى عمليه الهجوم بتكثف. بالنسبه لمدينه بورسعيد هدافين كان محمد بدوي كابتن عبد الرؤوف ده بالنسبه لبورسعيد. أيوة. اما بالنسبه على سبيل المثال يعني علي ابو جريشه فاكهه الكره المصريه ما حدش ينساه في كابتن برضو حسن شحاته برضو كان برضو بيحرز اهداف براسه في النادي الاهلي برضو في الخطيب برضو بتبقى عمليه موهبه. الزمالك في حسن شحاته وفاروق جعفر رغم فاروق جعفر ابراهيم يوسف لما جاب الجزائر وعلاء نبيل بالنسبه للماتش الاخراني يعني في لعيبه كثيره في مصر بيحرزوا برضو براسهم كويس. طب انت بتقول لعلي ابو جريشه فاكهه الملاعب بيطلقوا على مسعد نور بالنسبه للالقاب انت بتحب كوتش وعاوز اللعيب ده يلعب برجله الاثنين فكان هو مثلا عنده اليمين كويسه والشمال مش كويسه وبعدين في تمرين شوتنج فيروح مقلعه على مؤاخذه الجزمه بتاعت رجله اليمين اللي هي كويسه عشان يضطر لما يشوط برجله اليمين توجعه الكوره فيضطر يشوط بالشمال وفعلا ديت يعني كانت طريقه ظريفه ونفعت مع اكثر من لاعب وبقت رجلهم الشمال زي اليمين بالظبط. اللي فاهم هو وصل لخط النص وبيزو وفات حسن وماشي حسن ومفرق بالجول برافو يا حسن هيعمل ايه ولعب كوره يا سلام يا سلام برافو منهم خمس لعيبه لعبهم ودي هي الفتره المقبله ان شاء الله هيدفع النادي اكثر من ناشئ ليسدوا الفراغ والاعتماد على مجموعه من الناشئين. كابتن مسعد يعني شعورك عندما يصادفك سوء الحظ في بعض المباريات؟ ما فيش شك ان اي لاعب بتبقى فيه حاله سوء حظ في اي مباراه بس اللاعب اللي هو بيحس ساعات يحس بالمواقف دي بيحاول برضو يعني طبقا لذكائه انه بيحس ان الكره ساعات بتبقى مع عنده فبيحاول يبقى ريلاكس اكتر يحاول بقى يلعب بدل ما هو يبقى الهداف او بيلعب على الجون ده. والزمالك كم مره جاب اهداف في المصري؟ لا الزمالك بيجيب جوان كتيره في المصري من زمان فاكر حماده امام يعني فدي مجرد يعني الناس في بعض الناس يعني. مش الناس كلها يعني. كابتن مسعد نور نقول يعني اقوى خط دفاع لعبته امامه تفتكر او تتذكر؟ يعني هو في خطوط دفاع كتيرة او في بعض الانديه اسماء برضو يعني منهم يعني اسماء لعيبه يعني في نادي الاهلي ما انكرش ماهر همام يعني مصطفى يونس كان في نادي الزمالك ابراهيم يوسف لعبت انا برضو مع اجيال قبل كده محمد توفيق وميمي درويش برضو في ايامه الاخيره يعني لعبت بدري فعصرت برضو لعيبه كويسه جدا في مركز الديفنس. طب خلال الاجيال دي اللي كنت حضرتك بتقول اللي لعبت معاهم بوبو كابتن بوبو برضو يعني. ما ننساهوش كده عشان اسكندرانيه لا ما ننساهوش لان برضو انسان يعني زي الحرام زي المراهنات بيعتبروها محرمه يعني فمش عايزين يدخلوه على اساس كده. كل لاعب بيمر بمراحل بيطور فيها اسلوب ادائه في الملعب بالنسبه لك ما هي هذه
المراحل. بالنسبه ليا يمكن في الفتره اللي يعني زي الحرام زي المراهنات بيعتبروها محرمه يعني فمش عايزين يدخلوه على اساس كده. كل لاعب بيمر بمراحل بيطور فيها اسلوب ادائه في الملعب. بالنسبه لك ما هي هذه المراحل؟ بالنسبه ليا يمكن في الفتره اللي